السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوليسترول، لغاية دلوقتي في ناس خايفة من الكوليسترول، ولغاية دلوقتي في ناس بتاخد أدوية كوليسترول. تعالوا نعرف حاجات لم نسمع عنها من قبل. هدخل أغوص أكتر من آخر حلقة اللي عملناها من 3 سنين وعملت ضجة كبيرة. الملخص أحله إزاي، هو فعلا خطر ولا لأ، ومين اللي هيستفيد من كلامي على الأغلب. أنا كريم علي، في هذه حلقة من فكر تاني. استعدوا لكثير من المعلومات الجديدة، نتقابل بعد الفاصل. يلا بينا. الجهاز الهضمي أو الأمعاء ترجع الكوليسترول تاني للكبد عشان يعيد استخدامه. فانا عايز اعالج مريض من حاجة خايف تسبب لي جلطات، وقفت انزيم لي 1000 وظيفة. اهلا بيكم. الكوليسترول اللي بيبقى في الدم سواء متأكسد او مش متأكسد، صغير او كبير، نافع او ضار، هو ناتج من جسمك مش ناتج من اكلك. لو انا اكلت كيلو زبدة، الكوليسترول عندي ايه؟ 31 مثلا، 131 هيبقى 132. ولكن بيجي منين الكوليسترول؟ من داخل الجسم. وهقول لكم النهاردة معلومات حقيقية طبية نفهم الموضوع من الالف للياء. الناس بتخاف من الكوليسترول عشان بيحصل اكسدة، فاكسدة تعمل تصلب شرايين، فتصلب الشرايين تزود الضغط وتعمل جلطات وتموت العيان. خلاص، ده الكلام اللي بيتقال. الكوليسترول كل يوم الصبح من 2 ل 3 جرام، 3000 ملي جرام كوليسترول بيطلعوا من الكبد للجسم، يعمل هرموناتك، يعمل خلاياك العصبية، يعمل بعض الفيتامينات المهمة، يعمل وظائف الجسد الخلية مهمة قوي، ويقلل السرطانات ويقلل الالتهابات. كل ده الكوليسترول اللي احنا بننتجه كل يوم من 2 ل 3 جرام. دلوقتي انواع الكوليسترول. في التحليل الكوليسترول، انتبهوا معايا، التوتال كوليسترول، الكوليسترول الكلي، سيبك منه. ال HDL هو عباره عن تاكسي، هو مش كوليسترول، هو شايل حتى اسمه هاي دينستي لايبوبروتين، لايبوبروتين مش كوليسترول، فهو تاكسي. بياخد ال HDL اللي هما بيقولوا النافع، بياخد الكوليسترول من الجسم بعد ما عمل وظيفته، يلموا العمال اللي هما الكوليسترول ويرجعهم السكن اللي هو فين؟ الكبد. دي اول حاجه. ده اسمه مفيد ليه؟ لان كل ما زاد بيرجع كوليسترول اكتر. يعني هو الجسم المفيد بيرجع الكوليسترول، فالكوليسترول حتى البواقي اللي موجوده في الشارع بنرجعها البيت. ده مهم قوي كده، مع اننا بنصنع كل يوم، بس برضو ما بيسيبش اللي في الشارع يروديهم ما يجوش، لا هاتهم لي برضو لانهم مهمين جدا. يعني الصفره لما ينزل فيها كوليسترول، الجهاز الهضمي او الامعاء ترجع الكوليسترول تاني للكبد عشان يعيد استخدامه. ده غالي قوي بقى الكوليسترول، مش حاجه مضر زي ما احنا بنقول. فاول حاجه ال HDL الكوليسترول النافع، قول له يا دكتور هو مش كوليسترول نافع، هو حامل للكوليسترول اللي بيرجع للكبد. ال LDL لو دينستي لايبوبروتين، ده اللي بيقوله اللي هو الضار، وده اللي بناخد عشانه الادويه. وهو ده عباره عن ايه؟ تاكسي بيطلع من الكبد للجسم. في ايه التاكسي ده؟ افتكروا في ايه؟ في كوليسترول طبعا، ما كانش هيبقى ضار. الله، امال في ايه؟ كوليسترول و لا يعرفها يبقى شاطر قوي، يبقى بنعيد فكره تاني حلقات زمان. دي دهون ثلاثيه، كارثه سودا، هنتكلم عليها دلوقتي. فعرفنا دلوقتي ال LDL شايل كوليسترول وشايل دهون ثلاثيه. في بقى حاجه اسمها VLDL، وده كارثه سوداء، نوع من انواع ال LDL، تاكسي برضو لايبوبروتين، شايل ايه؟ كوليسترول، شايل ايه؟ دهون ثلاثيه. يعني الدهون الثلاثيه لما تكتر ويزيد ال VLDL يبقى الدهون الثلاثيه كتير، ده خطر. هو ده اصل الخطر. التحليل الاخير اللي هو الدهون الثلاثيه ترايجلسرايد، اللي هو اخطر حاجه تعمل تصلب شرايين و و و بلاوي كتير. ففهمنا من ده ايه؟ ان الكوليسترول مش هو المضر، ولكن الدهون الثلاثيه هي المضره. فانا لما اشوف التحليل قدامي عشان ابقى زي الدكتور، توتال مش مهم، ما ده كويس ووحش و المفيد عظيم، اللي مش مفيد ال LDL مش ده، لا ده مفيد وجميل والكوليسترول مفيد قوي والجسم محتاجه حضرتك. ال VLDL ما ينفعش يبقى يشيل كتير. فلو لقيت ال VLDL والدهون الثلاثيه عاليه، انت في طريقك لجلطات ومشاكل في القلب. اهتم بالموضوع، اعمل وقفة، صلح الاسباب زي ما هقولك دلوقتي. فهمنا الفسيولوجي بتاعه؟ اروح للنقطة اللي بعدها. لما الكوليسترول يزيد ندي أدوية اسمها استاتينز. بتعمل ايه الأدوية دي؟ بتعمل شلل لإنزيم مهم قوي اسمه HMG كوإنزيم ريدكتيز، مش مهم الاسم. ده بيعمل ايه الإنزيم ده؟ بيخلي الكبد يصنع كوليسترول، فأنا شللت ده فالكبد ما يعملش ايه؟ ما يصنعش كوليسترول. مش مهم الاسم، بس ليه قلته هقول لكم حالا. فده لما أنا أقطع أكسر الإنزيم الريدكتيز ده ما يبقاش فيه كوليسترول، فالدم الكوليسترول يقل، اللي هو اللي
طالع من الكبد للجسم، لان هو المصنع الكبد مش الاكل. ايه المشكله في ده؟ المشكله ان نفس الانزيم، ودي عنوان حلقتي انا، ليه خافوا من ادويه الكوليسترول، اوعوا تقللوا الكوليسترول. ليه بقى؟ لان الريدكتيز ده الاتش ام جي او كو انزيم ريدكتيز بيعمل شلل لحاجه تانية، بيعمل شلل لانزيم اسمه كيو انزيم 10. في نفس الوقت لو شل الكوليسترول بناء الكوليسترول يشل الكيو انزيم 10. ايه يعني لما يشيل الكيو انزيم 10 يا دكتور؟ اقول لكم وظايف خد عندكم. اول حاجه هو المسؤول عن الالكترونات جوه الميتوكوندريا، بيوت الطاقه، عشان يعمل طاقه لكل الخلايا. فحضرتك عايز انتي ايجنج وعايز طاقه عاليه واو، انسى. 1-2 مضاد اكسده قوي جدا. 3 مهم لصحه عضله القلب، فبندي في الجلطات وبندي في الفشل عضله القلب وبندي في الهايبرتنشن اللي هو الضغط العالي. حاجه بعد كده بيخلي الانسولين شغال كويس، يقلل مقاومه الانسولين. مهم جدا لصحه الجلد ومنع الحبوب وخلي جلدك شباب والكولاجين تمام. مهم جدا لدعم الخصوبه للرجاله وللستات. مهم جدا في منع الصداع النصفي. ومهم جدا لادائك العضلي. دي وظائف كيو انزيم 10 اللي بيتشل تماما مع ادويه الكوليسترول. فانا عايز اعالج مريض من حاجه خايف تسبب لي جلطات، وقفت انزيم لي 1000 وظيفه، احدهم ان صحه القلب يبقى في احسن صحه. عشان كده ناس كتير قوي دلوقتي انتبهت، مادام بتاخد دواء كوليسترول لازم تاخد كيو انزيم 10. طيب خوفتنا يا دكتور، قول لنا الحل. الله يخليك، خدوا الحل اللي لو لقيت الدهون الثلاثيه والفي ال دي العالي مشكله كبيره، يعمل جلطات واكسده وبلاوي، نعمل ايه؟ خدوا عندكم الحل. اول حاجه اتحرك زياده 20 ل 30 دقيقه، ويا ريت تبقى صايم قبل الفطار وقبل النوم. ايوه قبل النوم حلو قوي، انا لحد لسه واكل محشي ومنسف وبسبوسه قبل النوم، فاتمشى شويه. المفروض 4 ساعات قبل النوم مش واكل، وقبل النوم بنص ساعه انزل اتمشى، تحرق من دهونك الثلاثيه. فاول حاجه الحركه مهمه جدا. 2 انقص وزنك من 5 ل 10%، تؤثر تاثير كبير قوي على قله الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه. ثالث حاجه امنع تماما السكريات. يا دكتور مال السكريات؟ السكر هو اللي بيبقى دهون ثلاثيه، مش دهون اللي بره بتبقى دهون ثلاثيه. الاول سورس او مكان او مصدر بيجي منه الدهون الثلاثيه، تعمل كبد دهني، تعمل في ال دي ال، تعمل دهون ثلاثيه في الدم، تعمل تصلب شرايين، السكر والكحوليات. فامنع السكر الابيض والحلويات والشوكولاتات والبسبوسات والكلام ده كله ممنوع تماما. الحاجه اللي بعد كده امنع كل انواع الزيوت الضاره، زيت الذره، زيت دوار الشمس، زيت الكانولا، الزيوت المهدرجه، المارجرين، كل ده بيزود الدهون الثلاثيه والالتهابات ويعمل فعلا في ال دي ال وتصلب شرايين. يبقى زودنا الحركه، منعنا الاكل الضار، قللنا الوزن. 4 قللوا الاسترس. في ناس عندها الكوليسترول عالي والجسم بيعمل كوليسترول كتير عشان في حاله استرس، حاله حرب، حاله ادرينالين عاليه، حاله انه مش مطمن ومش ريلاكسد. فمحاربه الاسترس، هحط لكم حلقه كامله عن الاسترس، مهم جدا لتقليل الكوليسترول الضار. حاجه ثانيه نزودها بقى، زود الدهون المفيده. اولا زيت الزيتون، عشان كده زيت الزيتون بيعالج الكوليسترول الضار، لانه بيستبدل الدهون الضاره لدهون مش ضاره. زيت الزيتون، بذور الكتان، بذور الشيا، المكسرات، السلمون، اللحم الضاني، كل الدهون المفيده تزود الاي اتش دي ال اللي هو يساعد الكبد على ان الكوليسترول يبقى موجود ومتواجد وما يفقدوش بسهوله، ويقلل الكوليسترول الضار. حاجه ثانيه لما تزيد تقلل الكوليسترول الضار، زود الالياف. ليه؟ لان الكوليسترول الضار ساعات ينزل في الامعاء، فانت لو بتاخد اسباجول اللي هو السيليوم هاسك او بذور الكتان، الالياف او بذور الشيا وهي في القولون بتمسك الكوليسترول ما يطلعش تاني الكبد، فيقل اكنك بالظبط قللت الكوليسترول اللي جاي من الكبد، لانه لما يطلع تاني هيصنع اكتر و و فانت مسكته في الامعاء. فالالياف وخصوصا الاسباجول والسيليوم هاسك، عندي حلقه كامله عن الاسباجول، هتقلل الكوليسترول الضار بشكل كبير. جيت للنقطه الجميله واللي انا منتظر اللي يوصل اخر الحلقه يستمتع باللي انا هقوله. بصوا بقى حلقات بتاعت زمان. الكوليسترول ماشي في الدم، لو حصل اكل سكر او حصل عدم نوم او حصل رياضه كل شويه بشكل كبير او حصل استرس عالي، الاكسده بتزيد في الجسم. يعني ايه الاكسده؟ يعني شوارد حره بتمشي في الجسم. ايه الشوارد الحره دي؟ دي حاجات ذرات ناقص منها الكترون، مش ستيبل، مش هاديه، فتجري في كل الجسم تدور على الكترون تسرقه، فتاخد من الذره دي الكترون تسرقه، فالذره دي ابتدت تبقى عامله مشكله، تدور الذره دي على الكترون تاني، فتعمل اكشن كده يخلي جسمك كله التهابات ويخلي جسمك كله مشاكل وامراض. فلو الاكسده عاليه بتروح
الاجسام الشرايين الحره اللي بتدور على دي تدور على حاجات تاخد منها الكترون. اكتر الحاجات في جسمك المعرضه ان هي تدي الكترون وتتاكسد، لان هي ادت الكترون بقت متاكسده هي كمان وبايظه، ذره الكوليسترول. ربنا يسيبنا كده من اي اكسده تضرب الكوليسترول بتاعنا؟ لا، عمل له طبقتين حمايه. الكلام ده كبير قوي على فكره. الطبقه الاولى فيتامين اي حوالين الكوليسترول عشان ما يتاكسدش بالشوارد الحره واكلك السيء وعدم نومك ومراتك بتزعق فيك واختك بتضربك والكلام اللي احنا بنسمعه ده. الطبقه الثانيه تفتكروا ايه؟ كيو انزيم 10. اي والله ربنا حاطط كيو انزيم 10 طبقه وفيتامين اي طبقه عشان ما يتاكسدش الكوليسترول. فانت حضرتك ما بتاكلش دهون، فيتامين اي ما جاش، حضرتك بتاخد مضادات كوليسترول، الكيو انزيم ما بقاش موجود، فانت عرضه للاكسده اكتر. اعمل ايه يا دكتور؟ ايه الحاجات اللي تساعدني اصلح اللي انا فيها دي؟ اول حاجه الالياف تساعد، تاني حاجه الاوميجا 3 مرتين كدهون مفيده بيقلل الكوليسترول الضار ويمنع الدهون الثلاثيه ويحسن الكوليسترول الجيد، تالت حاجه به 3 النياسين، وهحط لكم الحلقه كامله عن النياسين. به 3 احد الحاجات اللي بتطير اكسده، تمنع الاكسده خالص وتحافظ على الكوليسترول وتقلل الكوليسترول. الرابع بقى وركزوا معايا وشوفوا الفن، حاجة اسمه الأرز الأحمر المخمر، ريد رايس ييست. ده بالظبط لما بناخده يوازي أدوية الكوليسترول، حتى دلوقتي الدكاترة ابتدوا يكتبوه. بيعمل ايه بالظبط؟ يروح يمنع أكسدة الكوليسترول اللي في الشارع، ويمنع الكبد يطلع كوليسترول زيادة بدون ما يعمل قفلة للـ HMG coenzyme reductase، فيقلل الكوليسترول الضار وفي نفس الوقت محافظ على الكيو انزيم 10. سحر من الطبيعة، ولكن بتلات شروط. الشرط الاول ما يبقاش فيه حاجة اسمها سترينين. في انواع رخيصة من ريد رايس ييست فيها مادة اسمها سترينين موجودة في الارز ده، دي مادة توكسيك للبشر، فانت تاخده يصلح عشان جايب حاجة رخيصة يعمل لك بلاوي اكتر ويزود لك الاكسدة ويسمم كبدك. واحد، خالي من السترينين. تاني حاجة لو معاه الكارنيتين بيخليه يشتغل بفاعلية 100%، عشان كده الكارنيتين ساعات يقلل الكوليسترول الضار في الدم عشان بيزود حرق الجسم من الدهون، يقلل الكوليسترول الضار. لو موجود الكارنيتين فيه مع الريد رايس ييست هيدمر كوليسترولك الضار ويمنع اكسدتك ويزود الطاقة، لان الكيو انزيم 10 محفوظ ويحافظ على مناعتك وجلدك ووظائف الكيو انزيم 10 كلها تشتغل، ومنها الحفاظ على القلب. كده انا خلصت معظم الحلقة. تركة تانية، عارفين اعظم حاجة تحمي الخلايا من الاكسدة لسه قايلها؟ فيتامين اي. هما الفيتامين سي ايه يا دكتور؟ ايه لازمته؟ انت طول عمرك بتقول فيتامين سي احسن مضاد اكسدة. اقول لكم حتة جديدة بقى ما قلناش قبل كده. فيتامين اي ايه وظيفته مضاد اكسدة؟ يعني ايه؟ يعني لما يلاقي شوارد حرة يضحي بنفسه المسكين ويدي الالكترون، فالشوارد الحرة تاخد الالكترون وتهدى. بس للاسف فيتامين اي لما بيتبرع بالالكترون ده بيبقى ان اكتف فيتامين اي، فمناعتك تتضرب، الاكسده ما تبقاش تمام، الهرمونات الذكوره ما تبقاش تمام، لان حصل ان اكتيفيشن من كتر الاكسده بسبب فيتامين اي بقى قليل ومش شغال. عرفت بقى فيتامين اي لما كنت بقول خده مضاد اكسده يحسن البشره ويحسن الخصوبه للرجاله والحيوانات المنويه في الرجاله والبويضه للسيدات؟ ليه؟ لانه بيضحي بنفسه عشان يحمينا من الشوارد الحره. اعظم مضاد اكسده بعد اوميجا 3 هو فيتامين اي. امال فيتامين سي بيعمل ايه؟ فيتامين سي مش بمضاد اكسده، تخيلوا طول عمرنا بنقول هو مضاد اكسده، لا مش مضاد اكسده. وظيفه فيتامين سي في الجسم انه يرجع فيتامين اي اللي بقى مش اكتف وضعيف وتعبان ومتبرع بدمه لاكتف مره تانية. ففيتامين سي هو الحامي الشخصي لفيتامين اي، يحمي الكوليسترول الريد رايس ييست، يقلل الكوليسترول، فننهي موضوع تصلب الشرايين والخوف من الكوليسترول نهائيا بدون اي دواء. حافظوا على اكل فيه فيتامين سي، او بناخد فيتامين سي، فيتامين اي من زيت الزيتون كتير قوي، وريد رايس ييست بالمواصفات اللي هقولها، واحاول اشوف مكمل فيه كل الحاجات الشروط اللي انا قلتها وهحطه لكم تحت الفيديو. فكده انا فهمتكم ايه اللي بيحصل في الجسم. سبحان الله كل شيء مرتبط ببعضه ازاي. احد اخطر الحاجات في الدنيا انك تقلل كوليسترولك بشكل غير مدروس، هيزيد كل حاجه وامراض بسبب نقص الكيو انزيم 10. قلل وزنك، اتحرك، بطل جانك فود، خد الاوميجا 3 وريد رايس ييست، وبعد 4 شهور حلل كل البروفايل هتلاقي سليم على المفتاح.
حالة مهمة جدا، بليز شيروها لأي حد فوق سن الـ30 واحفظوها، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا لأن الفترة الجاية في حلقات مهمة كتير. حان الآن وقت السؤال. أهم ما يجب أن تنظر إليه في الليبيد بروفايل أو تحليل الدهون: 1 الرقم الكلي للكوليسترول، 2 الـ HDL، 3 الـ LDL، 4 الدهون الثلاثية، والـ VLDL. شكرا لكم، شيروا تلك الحلقة وفهموها كويس أوي، حلقة من بتوع زمان، شوفوها مرة واثنين وثلاثة، وانتظرونا الحلقة القادمة. وفي الآخر، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت ولا ينيب. سلام عليكم. سلام.